تاريخ سوريا تاريخ عز وفخار سطرته دماء شهدائنا الذين آمنوا بالوطن واستقلاله على مر السنين التي حاول الطغاة والمستعمرون سلب سيادته، متناسين أن في سوريا رجالا أشداء يأبون الهوان والانكسار. من أمام نصب شهداء السادس من أيار ننحني إكراما وإجلالا لأرواح شهداء سوريا الأبرار عنوان النصر والعزة والفخار. هذه هي ساحة المرجع المعروفة بقلب العاصمة السورية دمشق. في مثل هذا اليوم بالتحديد عام 1916 أجداد المقلد السلطاني أردوغان أعدموا كوكبة من المفكرين والأبطال السوريين، وبعد عقود كرر الاحتلال الفرنسي المستنسخ من الاستعمار العثماني القديم جريمة وأعدم سوريين وألقى بجثامينهم الطاهرة في هذه الساحة بالتزامن مع قصفه للبرلمان السوري. في رحاب ذكرى الشهداء يفتعل إرهابي أردوغان وأحفاد سايكس بيكو جريمة كبرى بتفجير إرهابي أعدم الساحة وأزهق أرواح الأبرياء وعكر صفو التاريخ الذي يستريح في طياتها. لأخبار تلفزيون عربي السوري محمد جربوع، ساحة المرجى دمشق. ساحة المرجى أو ساحة الشهداء شاهد تاريخي على عظمة شعب يبذل الغالي والنفيس من أجل صون استقلاله وحريته، وعلى وحشية مستعمر متحول باحث عن العودة بأشكال متعددة. مرتزقة وعملاء أحفاد العثمانيين والفرنسيين يسيرون على نهج أسيادهم ويرتكبون مجزرة في القلب التاريخي لدمشق في مكان إعدام رجال ومفكري القومية العربية ومجاهدي الثورة السورية الكبرى. تختزل ساحة المرجى قلب مدينة دمشق بعضا من تاريخ بلاد الشام في مقاومة الغزاة والعابرين من أعضاء الحضارة، فعلى أرضها خط رجالات سوريا بأرواحهم ودمائهم ملامح طريق الاستقلال عن الاحتلالين العثماني والفرنسي في بدايات القرن الماضي، وهي تتحول اليوم إلى شاهد على دماء سورية ستصون استقلال أحفاد أبطال الاستقلال في مواجهة محاولات أحفاد ذات المستعمر إحياء ذكريات احتلاله ووصايته الغابرة. القلب التاريخي لدمشق كان مسرحا لإعدام كوكبة من عظماء سوريا في السادس من أيار عام 1916 من قبل محتل عثماني ترجم خوفه من حركة نهضوية تحررية عروبية إلى إجرام وحقد دموي بحق مئات الأدباء والمثقفين والمفكرين من أبناء سوريا الطبيعية. إعدام مفكري ورجال القومية العربية في ساحة المرجى الدمشقية وساحة البرج البيروتية كان الشرارة الأولى لانطلاق الثورة العربية الكبرى التي قادت إلى دحر الاحتلال العثماني بعد 400 سنة من الظلم والقهر والفقر والتخلف. الفراق بين المرجة ودماء شهداء سوريا لم يطل، إذ شهدت مجددا إعدام أبطال الثورة السورية الكبرى ضد المحتل الفرنسي، حيث ألقى المستعمرون الفرنسيون بجثامين المقاومين فيها
لدب الخوف في نفوس السوريين الذين ردوا باستبدال الخوف بإرادة وتصميم على الوفاء لدماء الشهداء وصناعة الاستقلال الوطني. ساحة المرجى كانت في 30 من نيسان العام الجاري على موعد عشق جديد مع دماء أبناء سوريا، بعدما أطل المستعمر العثماني والغربي ذاته بشكل جديد، فانتدب أحفاده مرتزقة إرهابيين عنهم يتلقون أوامرهم وينفذونها، ومنها الإقدام على ارتكاب مجزرة إرهابية في الساحة خلفت 14 شهيدا جديدا انضموا إلى قافلة شهداء الدفاع عن حرية سوريا واستقلالها. أبناء سوريا زينوا المرجى على مر تاريخها بأجسادهم وعطروها بدمائهم التي كانت ثمن حريتهم واستقلالهم، وجعلوا منها ساحة للشهادة والشهداء، وهم اليوم لن يبخلوا في تقديم ثمن الحفاظ على استقلال إرادتهم وقرارهم. وكما كان شهداء السادس من أيار بوابة العبور إلى الاستقلال عن المحتل العثماني، سيكون شهداء الثلاثين من نيسان إحدى بوابات العبور إلى حماية استقلال سوريا من الغزاة الجدد ومرتزقتهم التكفيريين.